السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضراتكم. في فكرة مؤكدة وهتيجي في الامتحان بإذن الله، هنتكلم على الإيدي كارنت. وده يطلع إيه؟ الإيدي كارنت دي، الإيدي كارنت الديسكريبشن بتاعها they are induced currents. They are formed when iron core subjected to change in flux or iron core moves between poles of magnet. خلي بالك هنا تكون كارنت على مين؟ على القلب الحديدي، على الايرن كور يا باشا. كويس، فيجي الراجل في مرتين يسأل سؤالين في منتهى الابداع والجمال. بص كده، the figure shows three identical metallic blocks inside three identical coils. If an alternating current with the same voltage, 20 volt, 20 volt, 20 volt, but with different frequencies, 200 hertz, 100 hertz, 60 hertz, with different frequencies pass through the three coils for the same time, then the temperature of the three blocks increased. طبعا هنا هيحصل لانها بتزيد، لان نتيجة لان الايرن كور حوالينه كارنت متغير، alternative current، والتغير بتاع الكارنت مين بيزوده؟ كل ما الفريكوانسي يزيد كل ما التغير في الكارنت يزيد، كل ما التغير في الماجنتيك فيلد يزيد، كل ما الفاليو اوف ايدي كارنت تصبح من اكبر ما يمكن. وبناء عليه فالفاليو اوف ايدي كارنت اللي فورمت في 1 ابو اعلى فريكوانسي وده انترميديت وده اقل فريكوانسي، يبقى هنا اعلى ايدي كارنت انترميديت، اقل ايدي كارنت. وبناء عليه لما يجي يسألني على التمبريتشر فيبقى رقم واحد اللي هو أعلى كارنت تكون فيه عنده أعلى تمبريتشر، وتبقى الإجابة T1 greater than T2 greater than T3. أوكي، طب ما نطور الفكرة، إيه رأيك؟ بص معايا، The following figure represents four circuits connected with AC source. The specific resistance of metal A greater than specific resistance اللي هي resistivity greater than the specific resistance of metal B. Which of the following circuits has the greatest eddy current? Okay. تعالى كده نتفرج. يبقى مبدئيا انا عايز الايدي كارنت يمشي زي السكينة في الحلاوة، يعني عايز الدنيا تبقى حلوة، فنرفض اي لانه لو سبيسيفيك السبيسيفيك ريزيستنس بتاعته عاليه فيبقى الكوندكتيفيتي بتاعته واطيه، ونفكر في بي. اذا تمام، انت فاكر هاو كود وي مينيمايز ذا افكت اوف ايدي كارنت؟ وكود مينيمايز ذا افكت اوف ايدي كارنت باي ميكينج ذا ايرن كور of thin insulated sheets separated from each other by insulating material. يبقى اذا مبدئيا احنا بندور على البي، بس يا سلام بقى لو كانت البي مش insulated تبقى solid عشان يبقى اعلى ايدي كارنت هيتكون فيها، وبناء عليه فيبقى الاجابة circuit number 3. مفيش حاجة تانية نقولها دلوقتي الا في الفكرة الجاية ان شاء الله، انتظرونا للفكرة الجاية.